السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لايك بقى وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. تمام، هنا انا كنت ايه بمسي عليكم. بصوا كده، دي الأوضة اللي انا كنت نايمة فيها، كانت مبهدلة خالص، انتوا عارفيني. بصوا هنا كنت بعدل طبعا الكوفرتة، وهنا كنت بحط المناخدة. طبعا بحب احط الحاجة بتنسيق، وزي ما انتم شايفين، انتم شايفين الفيديو كده. ونضفت الدنيا وروقتها، حطيت المخدة التانية في قدام الحيطة كده، وحطيت الخدادية كده، كان السرير اتروق. تمام، دخلت هنا بقى على الكنب الانتري، كنب الانتري الكراسي بتاعته كان عليه الكوفيرتا اللي انا كنت مغطيه بيها، وطبقتها بعد ما صحيت، بس ما اتشلت في ايدي، ما قدرتش اروق السرير بعد ما صحيت. استنيت ساعتين كده، بدل رحت داخله مروقه، ما بلا ما ارتحت ودخلت خدت دوش كده وروقت على نفسي شويه الاول. بعد كده فتحت الشباك عشان يدخل هوا في الاوضه، و ظبطت الفيديو. بصوا اهم حاجه المونتاج، انتوا اهم حاجه عندكم المونتاج، وانا برضو والله ما بحبش الفيديو ما يكونش بتمنتج. بصوا كده، كان الاوضه بس كانت عاوزه تتكنس، بس كنستها اهو. بصوا كده الاوضه بعد ما اتكنست، هروح بقى اقفل الشباك. بصوا اهي، انا والله يا جماعه اللي كان مأخرني عنكم في الفيديوهات، الحامل بتاع الفيديوهات اتكسر والله يا جماعه مني، وهو ده اللي خلاني اوقف عن الفيديوهات، خلاني بقيتش اعمل فيديوهات خالص. حتى اخر فيديو شوفوه كان مايل وهايل. سوري بقى، معلش. ده كده عطلت الاوضه، طفيت النور وخرجت. بص خرجت بقى على الصاله، الصاله بقى كنا مكان قاعدين فيها امبارح كانت مبهدله خالص اهي، وزقت الكرسي الترابيزه على جنب عبال لما ايه عدلت الكنب. بص انا حاطه فرش للكنب عشان يحمي ايه ال، يبقى انا بشيل بس الفرشه ده في العيد فقط. هي ماما كده يا جماعه، هي مع النظافه برضه نظافه من الايمان يا جماعه، برضه بنشيلهم ما يغسلهم، يعني هتتحيل برضه لازم، زي ما نتهدش حالنا لازم. بصوا هنا وعدلت الكنبه، متنسوش بقى يا جماعه اللايك عشان بجد انا تعبت في المونتاج وتعبت في الفيديو ذات نفسه اصلا، بس معلش عشان انزل لكم فيديوهات تاني وتاني وتالت ورابع وعاشر. بصوا طبعا عملت روتين قبل كده، بس ما كانش طبعا تنطقه زي ده طبعا طبعا، يعني ما حدش يطلع يقلف ويقول لا ده كان زي التاني ولا لا. طبعا مهما كان برضو الفيديوهات بتتحسن واحده واحده، الفيديوهات بتتحسن اكتر واكتر في المونتاج كده. هو كنت بخلص الدنيا لان كانت الدنيا مبهدله خالص زي ما انتم شايفين كده. كنت عامله رغي بقى هنا، كنت في حته عشان كده شلت الصوت، كنت عامله رغي خالص. بصوا كده، او كنت بظبط، انا لازم انسق كده يا جماعه المخدات واخليها ايه شيك كده وشكلها حلو. بصوا انا كنت بوريكم لون ال لون ال بتاع ده، المرتبه بتاعت الكنبه لان الركن مش عارفه متلخفنا ليه. يلا اهو رصيت الكنب اهو، الانتري الركنه، وبقى شكلها جميل قوي. هنا بقى كنست الصاله، دي الصاله دي بقى قعدتنا كلها، الاوضه اللي انا روقتها دي اللي انا بنام فيها، وهي برضو اللي بنستقبل فيها الضيوف لما بتيجي. بس دي الصاله دي قعدتنا كلها بقى فيها. ده العيش كنا جايبينه الصبح شلته، ده البتاع بتاعت البرادة، دخلتهم بقى على الأوضة اهو. وده كان فيه صباع أمير، كنت ده بقى اللي انا صلحت بيه الحامل البتاع دون. بسم الله الرحمن الرحيم. او كده خلص بقى يا جماعه، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. كده كانت استراتيجيه ما كانتش متعلقه وعلقتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه.